مزارعو واسط يطالبون بتذليل العقبات اللي تعرقل مشاريعهم الاستراتيجية. حملت الشهادات العليا والخريجين الأوائل يتظاهرون للمطالبة بحقوقهم في التعيينات وتنفيذ القرارات اللي تتعلق بإنصافهم. المركز الثقافي الإسلامي في ميسان يكرم الفرق التطوعية وفي الديوانية إقامة دورة صيفية لتعليم القرآن الكريم للأطفال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مباشرة عبر شاشة الفرات الفضائية صوت عراقي، أيضا تتابعون على هذه المنصات اللي تظهر لكم الآن على الشاشة، وعادة التواصل يكون عبر هذا الرقم اللي موجود أمامكم واللي معروض بالأسفل. بالنسبة لمحافظة واسط اللي هي من المحافظات الزراعية وبها مناطق واسعة جدا، مشاريع واعدة، منها مشروع الدلمج الاستراتيجي. المزارعون عندهم أراضي كبيرة، مساحات واسعة، عندهم مشاريع أيضا، ولكن هناك بعض المعوقات اللي توقف أمام هذه المشاريع المهمة واللي تخدم الاقتصاد العراقي بشكل عام. راح نتابع بعض مشاكلهم من خلال الرسالة اللي أعدها لصوت عراقي الزميل فالح القريشي. السلام عليكم سادة المشاهدين ورحمة الله وبركاته، مع هذه الرسالة المصورة من محافظة واسط. رسالتنا هذا اليوم مختلفة، تتحدث عن شريحة مهمة وهي شريحة الفلاحين. سنبتدئ من مقر الجمعيات الفلاحية في واسط لنطلع على طبيعة المشاكل وآلية العمل لهذا القطاع الواسع وهذه الشريحة الكبيرة من المجتمع العراقي، فابقوا معنا. والله القطاع الزراعي بمحافظة واسط وبالذات احنا المشاريع المستصلحة، مشاريع استراتيجية بالمحافظة، احنا بالذات مزارعين وفلاحين مشروع الدلمج نعاني. انا لحاجك عندي شاخة 2000 دونم، هاي ال 2000 دونم ما تنفذت منها حتى 50 دونم، منطينا خطة لكت اول الاسمدة المركبة على 5 كيلوات، اليوريا على 35 كيلو، ما تافي بالغلط، والدولة داعي بدلات الايجار. بدلات الايجار ارتفع الدونم من 8000 دينار وهي اراضي. عندنا احنا تعرف الاراضي اللي اكثرها يعني هم الفلاليح ساكنين اكثرها صارت عندنا هجره من عندها. يعني ماكو حتى المياه ماكو للشرب. اعلاف ماكو ما موجوده. كانت قبل اكو اعلاف ياخذون من المطاحن حصص للمزارعين، تجيب بضاعه من هناك، الشعير موجود، الخاله موجوده. الآن هاي السنة من بداية لحد الآن ما راحت الهجرة، الثروة الحيوانية دمرت بالكامل، حتى الناس اللي عايشة بالأهوار الحلال اللي عندهم الجمس وكذا هم انتهى راح ينظرون بقضيتنا. نحن فلاحين محافظة واسط عانينا هذه السنة من نقص المياه ونقص الأسمدة ونقص البذور، وعانينا محاربة حقيقية من قبل الدولة. يعني الحلال مالتنا هلك، البذور زرعناها وما حصلنا ماي وظلت يعني ارضنا حريد، فاحنا نطالب بحلول غير هاي الوضعيه، توفير الاسمده، توفير المياه، اقلها يوفرونا يعني الحصه المائيه اللي وعدونا بيها، يعني اعطونا ربع الخطه وما نفذونا هذا الحكي. جولتنا في محافظة واسط لن تنتهي عند الجمعيات الفلاحية، بل سنخرج إلى المزارعين، إلى الأراضي الزراعية، إلى البساتين، ونلتقي هناك بالمزارعين، فابقوا معنا. Thank you.
الآن فلاح يكرب بخمسة وعشرين ويضرب دسك بعشرة ويضرب بزار بعشرة وطن الحنطة مال البذور مليون وطن الكيمياء مليون ونص. ها فش اصبحت الدونة بالواحد تصرف عليه 350 الف دينار يو توصل الحصاد ولا طلع المسؤول وقال محافظة واصل سلة العراق. هي سلة العراق انت بيش مميزها؟ شنو الدعم اللي موفره لها؟ شنو دعمها بكيماوي؟ دعمها بيش؟ اقول لك الله شاهد رسوله محاربة يعني رسمية محاربة رسمية الليل كله يفترون عليها. زين بوي هواسه صيف ما عندنا احنا ما حد يشغل يشغل الفلاح لو الحلال يطير مي على مود الشرب لو يزرع له دون مين خيارات باذنجانات هذني المحاصيل الضعيفات. من بغداد اليوم كانت وقفة وتظاهرة لحملة الشهادات العليا وللخريجين الأوائل على الكليات والأقسام للمطالبة بحقهم بالتعيين وتنفيذ القرارات اللي تتعلق بتعيينهم. المفروض الآن تكون معنا عبر الهاتف دكتورة رغد التميمي ممثلة عن حملة الشهادات العليا. احنا منطينها خبر قبل البرنامج لكن للآن ما موجودة الدكتورة رغد التميمي. عموما احنا حبينا نسلط الضوء بشكل اكثر على تظاهرة اليوم. موجودة اتصال؟ طيب اني خلي انتقل الى مناشدة اخرى. ابن احد شهداء والده منتسب بشرطة الحدود استشهد قبل 9 سنوات وهو من اهالي سنجار ولكن عندهم مشكلة تخص الحقوق. راح نتابع المناشدة اللي بعث بها لبرنامج صوت عراقي. أوجه هذا الرسالة للسيد القائد الفريق ركن حامد عبد الله إبراهيم والسيد القائد قيادة تانية العميد حازم إسماعيل الهتيمي المحترم. سيدي أني أبوي أحد أبناء الشهداء اللواء 15 الحرس الحدود. أني أبوي شهيدي وصار له 9 سنوات ولحد الآن ما مستلم حقوقي. أني يزيدي من سنجار. عبر الهاتف معانا شنو اسم الأخ؟ زين قوال اسماعيل ابن الشهيد اسماعيل من سنجار. السلام عليكم. عليكم السلام في العزيز شلونكم؟ حياكم الله اهلا ومرحبا بكم. شكرا ممنونين. اسال عن الوقت اللي استشهد به الوالد الله يرحمه. يرحمه مواتك يا والله. اني ابوي كان بال 2014 10/6 ابوي كان منتسب احد القوات الحرس الحدود لواء 15. زين. هو مصاب باثناء الواجب المعركة يعني هو انا عندي شاهد اللي هو عندي كل شيء موجود يبني وحتى مدير الشرطة يشهد علي اني احد الناس شهداء. نعم. ورا هاي احنا 3/8 التواعش دخلوا على السنجار واحنا على كردستان على مخيمات. زين. ابوي العفو ابوي توفى بسبب الاصابة بال 2019/13/1 2019/13/1 اي تمام. ابويا توفى بسبب الاصابه بالمستشفى الازاهيه فوق التحديد. يعني كانت اصابته بليغه. ايه على اثرها استشهد توفى. ايه على الاصابه يعني توفى بسبب الاصابه توفى. انا هسه عندي تقارير طبي والاوراق طب العدل مستشفى الدهوك كل شيء مجالس تحقيقي يمي. هسه انا سويت محكمه بالناحيه الشمال بالسنجار ناحيه الشمال. نعم. موجوده يمي. زين انا اريد اسال الاخ العزيز ليش ماكو حقوق لحد الان؟ والله ما ادري ورا فوق هاي المكاتبين على مجلس التحقيقي متوفي وهارب وجراح خارج الخدمه. وهو بالخدمه استشهد؟ ايه هو بالخدمه اصاب بواجب بالمعركه بال 2014
ورا هاي توفى سبب الإصابة، وهسه كاتبين على فوق هاي الظلمة كاتبين عليها متوفي وهاغب وجراح خارج الخدمة. طيب أنتوا قدمتوا الأوراق الخاصة بي وخاصة بإصابته؟ نعم أخي العزيز احنا قدمناهم. زين الأوراق موجودة. نعم. وأناشد السيد الفريق ركن حامد عبد الله إبراهيم، بس أريد مراجعة الدوائر. أنتوا ما راجعتوا الدوائر المعنية أبدا؟ احنا صار لي هذا الله صار لي صادق. سنتين انا منتظر موعد يم القاضي يم الفريق ركن حامد عبد الله ابراهيم البحر. انت حاولت تتواصل معاهم بس ما قدرت توصل؟ ما لي اوصل ولا يعني قابر على واحد ما اريد اوصل صوتي للقاضي. زين الان حاب توجه فد مناشده توجه فد رساله؟ أوجه هذا الرسالة للسيد القائد للفريق ركن حامد عبد الله إبراهيم، بس أريد منهم مواجهة واحدة بعد ما أريش. أنت أبداً أنت خلال هاي الفترة اللي راحت رحت راجعت الدوائر المعنية، حاولت تصحح من سبب الوفاة، حاولت توضح؟ أوضح للأمر اللواء والسيد القائد السيادة القيادة. زين وضحناهم وتزينهم كتاب هسه الأوراق مع المستشفى وما المجالس التحقيقي ما شمال يمي أوراق مستشفى أوراق طفل عدل وشهادة وفاة هم كاتبين عليها متوفي بسبب الإصابة في الرأس السابخة. زين واني هدول هسه الأصلية يمي ومستنسخ بالمجلس التحقيقي ولحد الآن من 2014 وحق هذا الله أنا ما عندي ما استغرق رأس أبويا من حد الثاني. زين حاب توجه رسالة معينة مناشدة تفضل. والله بس أريد يعني أوجه هذا الرسالة أريد الصوت يوصل للقائد السيد الفريق ركن حامد عبد الله إبراهيم المحترم، بس أريد أوصل هاي الصوت للقائد وبس أريد مواجهة. نعم طيب أنا أشكركم بعد. إذا ما عندك شيء تقوله أنا أشكر اتصالك وأتمنى أنه توصل هذه المناشدة. شكرا. أنا رجعت لقضية الشهادات العليا، هذه القضية اليوم كانت كلش مهمة وكان المفروض تطلع معانا الأخت رغد التميمي اللي هي ممثلة عن حملة الشهادات العليا، هسه ما أعرف يعني احنا منطين موعد وقلنا لها أنه الساعة 6 يطلع البرنامج مباشرة على الهواء بس ما أعرف شنو القضية، هي موجودة؟ موجودة؟ اتصال تأخر حقيقة بس ما يخالف يلا حولوا للاتصال إذا تسمحون أستاذ عمار. زين الان اعتقد الدكتوره موجوده. السلام عليكم. عليكم السلام عيني والحلو. اهلا ومرحبا بكم. الله يخليك. بالنسبه للمظاهرات والتظاهرات لحمله الشهادات العليا اللي كانت اليوم نعم. وايضا نعم. كانت اكو فد مستجدات جديده، الاعداد المتبقيه نعرف انه اكو وجبات سابقه تعينوا، الاعداد المتبقيه الان ايش قد؟ حسب ما يعني الاسرائيلي تقول بين 12000 الى 14000 ما يعني ما هسه هسه 2022 المتبقيه نعم اي نعم المتبقيه من حمل الشهادات العليا ولكن هي تراكميه يعني من السنوات اللي راحت بالضبط تراكميه من خلال سنوات 2003 تقريبا الى هذه السنين يعني التعيينات اللي صارت اعتقد 2019 او 2020 ما غطت كل العدد لا احنا بوقتها بنتعين العفواني كل ممثلتهم من حمل الشهادات العليا بالامانه العامه والتوزيع، انا كان العدد كلش قليل بحيث يا دوب نطلعنا 1344 كان عددنا بالوزارات، يعني ما غطينا عدد حتى من المعتصمين ما متعينين، فيا دوب مشيناهم يعني كانت فرصه قوه يعني كنا ما محل يعني اخذناها بشق الانفس، لكن هل يا ترى انه يحفظ كل الشهادات العليا؟ لا، هل كانت هناك خطه لاحتواء والى كل الشهادات العليا؟ لا لم تكن هناك خطه وانما شيء عشوائي كانوا يحاولون يطفون الغضب انذاك الثوره اللي كانت مندلعه فحاولوا يطفوها بانه اخذوا عينه من كل المظاهرات اللي صارت في التحرير فمن كل حمله الشهادات العليا من الكهرباء خريجي عقود الكهرباء كذا في اداره الاقتصاد وعينوا نموذج من كل دفعه وكل حمله تظاهر تقصدين حضرتك انه
يعني ما عينوهم بالجامعات، عينوهم وزعوهم على الوزارات. لا 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 مو بالجامعات اصلا، التعيين العالي رغبة تقبلهم. زين يعني شنو جامعاتنا الان ما محتاجه اساتذه جدد؟ محتاجه، واصلا كادر متوفر كبير يعني، بس للاسف ما عرفوا خلوا تدوير بيناتهم، المنظمة ما لها نعرف شلون الفلوس. زين يعني خليها بي. تظاهراتكم اليوم شنو دكتوره؟ هو لازم التعيين، واذا تشوفين الحكومه تواعد يوميه تواعد تواعد تواعد، وهاي الوعود الى متى يعني؟ فيعني هذا رد كثير، رد قاسي لهم خطيه. الحكومة الآن تفكر بخطة نموية اقتصادية، لا في تفكر بهذه الخطة تحتوي كل الشهادات العليا، لازم تحط برنامج زين بداية نهوض الدولة بالعقل المفكر. طبعا. أنا ما دأسين بأي خريجين، بس كشهادات اللي وصل هذا الحد العلوي من الدراسة بعد وين يوصل بعد؟ فلازم لا في تبني قاعدة أساسية تحتوي الشهادات العليا، وتعينهم بكل من حسب اختصاصه وبالاماكن اللي فعلا تخدم عجله البلد. نعم. هذا اللي اقوله يعني دائما، اذا تريد الدوله فعلا تنهض الواقع. قدرتوا توصلون هذا الكلام يعني مجددا؟ والله هذا كلامنا المستمر يعني مو قدرنا نوصل اصلا، وصلناه وكان على بالك انه شبه فوق ما يقولون يعني شنو يعني وبعدين؟ يعني وللاسف اللي تحكين اياه مو خريج مرات يقول لي يعني، وانا المحافظه هي خلتها في هذا المكان، فما يستمش تحكين لو ما يعني لو مثلا مش ما حاولنا نحكي نوصل الفكره ما نقدر. لانه المحافظه جابته فيعتبرنا احنا اعداء يعني، ناخذ مكان من عنده. هذا النفس بصراحه موجود. بالمناسبه اليوم اسال عن التظاهرات، هذه كانت من كل العراق؟ طبعا المحافظات وهي فقط بغداد؟ نعم لا لا كل العراق، هي تحتوي الكل، تحتوي كل الفئات. زين دكتور اذا حابه توجهين فد رساله معينه، لانه اصحاب يعني شهادات العليا ما يناشدون يوجهون رسائل. والله يعني انا ودي رسالتي اوجهها للحكومه، اذا عندها خطه مفعله، خطه ايجابيه للنهوض بواقع البلد، تقول احنا البلد نريد ننمي تنميه اقتصاديه، تنميه علميه، عليها بالتزام الخريجين من كل الفئات، ولا تحمش جهه دون اخرى. نعم. قاعده البلد تبدي بالخريجين، قاعده البلد تبدي بالمثقفين، قاعده البلد تبدي بالمخترعين، فعليها احتواء حمل الشهادات العليا، وبهذه الحاله راح تنمي على عجله البلد، وان شاء الله يتطور نحو الافضل، فعليه وضع خطه لاحتواء كل الشهادات العليا وكل الخريجين على مستوى الشهادات. واحنا راح نبقى معاكم دكتورة، شكرا جزيلا لكم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يوفقكم. شكرا جزيلا. بالنسبة للفرق التطوعية اللي لها دور كبير ومهم بالمساهمة بحل مشاكل الناس وإشاعة ثقافة التكافل الاجتماعي، لذلك المركز الثقافي الإسلامي في ميسان قام بتكريم الفرق التطوعية بالمحافظة. ومبادرة من المركز الثقافي الإسلامي في محافظة ميسان، قمنا حفل تكريم إلى ناشطين المجتمع المدني تثمينا لجهودهم المبذولة في الفترة الماضية وما قدموه للمجتمع الميساني من خدمات جليلة تستحق الثناء. نتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إلى المركز الثقافي الإسلامي في محافظة ميسان على هذه المبادرة، إلا وهي تكريم الفرق التطوعية في محافظة ميسان عرفانا وتقديرا لهم. هذه الفرق التطوعية هي أنذرت أنفسهم إلى الخدمة الميسانية في المحافظة، الفقراء والمتعففين والأيتام، ولذلك المركز الثقافي في محافظة ميسان قام بدورهم لتكريمهم. نتوجه بالشكر الجزيل إلى المركز الثقافي الإسلامي في محافظة ميسان على هذه المبادرات النبيلة والمستمرة في تكريم الشخصيات الشبابية والناشطة المدنية اللي دائما تسعى إلى خدمة أهالي ميسان وتقديم كل ما بوسعهم من أجل الارتقاء بمستوى المحافظة نحو الأفضل والأحسن. أكيد مبادرات ترفع معنوية الشباب، تعزز التواصل، تزيد من الترابط والعلاقات بيناتنا، دائما تجعلنا يد واحدة في مواجهة أزمات المحافظة. أكيد وإحنا نشجع هذه المبادرات ونسعى إلى استمرارها وزيادتها إن شاء الله. مبادرة طيبة جدا لديوان الحوار الثقافي التابع للمركز الثقافي الإسلامي في ميسان. المبادرة تضمنت تكريم قادة العمل الإنساني والتطوعي في محافظة ميسان. اليوم هذه المجاميع من نساء ورجال شباب ميسان اللي قدموا خلال الأزمات التي مرت بها ميسان والمجتمع الميساني، بدءا من كورونا إلى ما قبل كورونا، النزوح،
كان لها دور كبير في الحفاظ على اللحمة الوطنية. مثل هكذا مبادرات يعني تدعم الشباب، يعني اليوم خاصة هذا البلد هو بحاجة ماسة إلى شباب وهذه الطاقات، فلا بد التأكيد من خلال الدورات التثقيفية، السفرات، الزيارات، الدورات العلمية أيضا. يعني وإن شاء الله اليوم المركز الثقافي يعتبر من خلال هذه الالتفاتة إن شاء الله نحن نشد بأيديهم على مثل هذه لقاءات وهذه الدورات، وإن شاء الله نتمنى كل التوفيق. نشاطات الأطفال من تلاميذ وطلبة بالعطل الصيفية مختلفة وتوصلنا كثيرا على بريد البرنامج. البارحة شفنا في ذقار قضاء الأطفال العطلة الصيفية بممارسة الرياضة. اليوم الديوانية أكو دورات لتعليم القرآن الكريم للأطفال، راح نتابع مع ليث صلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة أحبة المشاهدين وتحية طيبة موصولة أيضا للزملاء في الاستوديو. اليوم راح ناخذكم بهذه الجولة المختلفة عن باقي الجولات السابقة. اليوم نتواجد في إحدى الحسينيات بقضاء الشامية التابع لمحافظة الديوانية، حيث تقيم العتبة العباسية المقدسة وبالتعاون مع هيئة القرآن الناطق بقضاء الشامية لإقامة دورات صيفية للتلاميذ والأطفال من أعمار 7 سنوات إلى 15 سنة أو 16 سنة لتعليم القرآن ولتغذيتهم منهج القرآن الكريم، والتي تتضمن هذه الدورات أيضا تعاليم عن سور القرآن الكريم وتلاوته والعقيدة والسيرة والأخلاق. هذه النظامين وهذه التعاليم ممكن أن تنشئ جيل واعد، جيل ملم بتعاليم القرآن الكريم. ابقوا ويانا وراح نتابع تفاصيل هذه الجولة. أنا شوف بدك تاكسي يلا. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: علموا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن. يقيم معهد القرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة ضمن مشروعه الثقافة التابع للمجمع العلمي بالتعاون مع هيئة القرآن الناطق في قضاء الشامية الدورة الصيفية اللي تتضمن دروس في العقائد والفقه والأخلاق والسيرة والقرآن الكريم. أكيد هذه الدورات في مثل هذه فترات لفترات العطلة الصيفية تهدف إلى إنشاء جيل واعي حقيقة، لأنه في فترات المدارس لا تكون هناك فرصة لإعطاء هكذا معلومات. فنلاحظ أنه إقبال كبير جدا من قبل الطلاب اللي هم أعمارهم من 7 سنوات إلى تقريبا 15 أو 16 سنة لينهلوا من مناهل أهل البيت، علم أهل البيت عليهم السلام. أكيد يعني نلاحظ هناك آثار كبيرة جدا من خلال ما تم إقامة دورات سابقة، دورات صيفية، وأصبحوا طلاب جامعيين وأصبحوا متميزين بالعمل. هذا أكيد له أثر كبير في تنشئة جيل واعي ومثقف ومسلح بالعقيدة الإسلامية اللي هي مذهب أهل البيت عليهم السلام. هناك منهج معد ومدروس ومخطط له أيضا في الاستمرار في هذا الوقت القصير على أن يتخرج الطالب من الدورة وهو حافظ للجزء 30 على أقل تقدير، بالإضافة إلى هناك أيضا دروس أخرى بالفقه، العقائد، بالأخلاق، السيرة. إن شاء الله إحنا نحرص على أن يتخرج الطالب من هذه الدورة وهو ملم بالأمور الأساسية في تعاليم دينه، حتى يكون ثابت العقيدة ولا تتقاذفه الأفكار والتيارات التي نراها منتشرة في هذا الوقت.
سجلت ابني في هذه الدورة لكي يتعلم البدايات الأولية للقرآن الكريم ويزداد حبه لمحمد وآل محمد وتعلم الصلاة والصيام والوضوء. اليوم بداية الدورات الصيفية في حسينية السيد صاحب الشرع، سجلت أنا بيها لتعلم الثقافة الدينية وحفظ القرآن الكريم وأيضا السيرة والعقائد وغيرها، وأيضا حياة الأئمة اللي نتعلم منها العبر والعظات والأحاديث النبوية وغيرها. جابني هنا أبويا حتى أتعلم القرآن والثقة القرآنية. اسمك أنت حبيبي؟ مهدي. كيف تعلمت من القرآن الكريم؟ تقرأنا سورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. الالتزام بتعاليم القرآن الكريم الذي يعد منهاجا حقيقيا للحياة ومسارا منجيا من المحن والصعوبات هو ما يتغذى به هؤلاء الأطفال الذين يتسابق آباؤهم لتسجيلهم في هذه الدورات الصيفية التي تقام في كل سنة في العطلة الصيفية وفي هذه الفترة التي تعتبر فرصة لتعليم هؤلاء الأطفال وتثقيفهم بمنهج القرآن الكريم الذي يعتبر هو دستور المسلمين حيث ينتظمون بهذه الجلسات القرآنية. كنت معكم من الديوانية لي صلاح، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، وهذه انتقالة إلى استوديو البث. وأنا أشكر متابعتكم وشكرا لعمار جبار مخرج حلقتنا لهذا اليوم ومحمد الحسن بالإعداد، تحياتي واستوديو البث المباشر، شكرا أيضا للزميل علي أسعد الغزي. السلام عليكم ورحمة الله.